الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل